بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين معلمنا وأسوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله. بداية أود أن أتقدم بكل الشكر والعرفان لكل من أتاح لي هذه الفرصة الرائعة حتى أعبر عن تجربتي في تفعيل نظام التعليم الإلكتروني، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أحب أن أود بداية أن أنوه على أن العصر الذي نحيا فيه الآن هو عصر السرعة وعصر المعلومات وعصر الاتصالات، وتقاس حضارة الأمم حاليا بقوة هذه المعلومة وسرعة الحصول عليها. وانطلاقا من هذه القاعدة كان لابد أن نقوم بمواكبة هذا العصر بتنشئة جيل متدرب واعي ومتطور يستطيع أن يتعامل مع هذه التقنية السريعة المتطورة. وانطلاقا وبداية من هذه القاعدة كان توجيهات ورعاية جامعة الملك خالد لإدماج نظام التعليم الإلكتروني برعاية وتوجيهات من مدير الجامعة دكتور عبد الله الراشد بإدخال هذا النظام داخل نظام التعليم الجامعي. نظام التعليم الإلكتروني من باب التفعيل والتجربة له مميزات وتسهيلات عديدة، ولكني أود من باب تجربتي الخاصة أن أركز على بعض النقاط. أولا، من وجهة نظري أجد أن العملية التعليمية هي عملية تعتمد أساساً على بناء جسر من التواصل الإيجابي بين عضوة هيئة التدريس وطالبتها. هذا التواصل يحتاج إلى وقت، وكلنا نعلم أن وقت الدوام الرسمي هو وقت غير كافي لأن جدول الطالبة معبأ ومزدحم بالمحاضرات والتدريبات العملية، وكذلك عضوة هيئة التدريس نجدها معبأة بكثير من المهام الأكاديمية وفي بعض الأحيان التكليفات الإدارية. ولكي نبني هذا الجسر بطريقة صحيحة لابد من توفير الوقت، وكان هذا من أحد الأدوات التي وفرتها التعليم الإلكتروني لتدعيم هذا التواصل، توفير الوقت الإيجابي حتى تتواصل العضوة مع طالبتها عن طريق الرسائل المقرر وعن طريق المناقشات والمنتديات المختلفة. فأنا أجد أن العملية التعليمية ليس مجرد عملية نقل معلومات بين العضوة أو طرح مناهج وطالبتها، ولكنها هي عملية نقل مهارات وخبرات وتطوير شخصيات وتنمية متخرج. هذه المتخرجة ستكون عضوة في المجتمع، إن لم تكن تملك المهارة وتكتسب الخبرة من قدوتها وأستاذتها فستتعثر في حياتها العملية. هذه النقل من المهارات والخبرات وتطوير الشخصيات يحتاج إلى تواصل مستمر بين عضوة هيئة التدريس والطالبة، لأن في النهاية هذه المهارة هي بتكون من أسباب النجاح لهذه المتخرجة في المجتمع العملي. فوجدت من واقع تجربتي الفعلية أن أهم نقطة في التعليم الإلكتروني أن يوجد تواصل بمنتهى الارتياح وفي أي وقت بيني وبين طالبتي، وخاصة عندما تكون هذه الطالبة مبدعة ومتميزة لكنها تعاني من الخجل، فهي لا تستطيع أن تعبر عن آرائها وتعبر عن رأيها في أمام الجميع. فعندما تتواصل معي عن طريق الرسائل أو عن طريق المنتديات أستطيع أنا أن أكتشف فيها نقط الإبداع التي لم أكتشفها من قبل من خلال معاملتي العادية أثناء التدريس. كذلك كثير من الطالبات اكتشفت نقط الإبداع فيهم فأستطيع أن أقويها وأن أظهرها، وعلى النقيض نقط الضعف وأستطيع أن أعالجها عن طريق هذا التواصل. النقطة الأخرى من النقاط الهامة جدا التي وجدتها أن هي تعتبر من المميزات لتطبيق هذا النظام أثناء التعليم في جامعة الملك خالد هو أن من بعض أدوات التعليم أني أضع توصيف المقرر. دائما في بداية الترم تقوم العضوة بتحضير توصيف المقرر، توزيع المحاضرات على عدد الساعات، تحضير طرق تقييم الطالبات، نوعية الاختبارات، كذلك هذا نوع من أنواع التنظيم للمقرر. لكن في معظم الأحيان الطالبة لا تطلع على هذا النظام، وأنا أجد أن ده غير صحيح، لأن لابد أن الطالبة تكون منظمة في تفكيرها. أهم شيء تعرف أهداف المقرر اللي بتدرسه، لازم تدخل على هذا المقرر وتعرف ايه هي المهارات اللي هتكتسبها بنهاية هذا التدريس. كذلك لازم تنظم وقتها ويبقى عقلها منظم علمي أكاديمي، تستطيع أن تنظم محاضراتها وتبقى على علم مسبق بالمحاضرات التي ستقوم بتدريسها على عدد الأسابيع اللي هي مقسمة في الترم بالكامل.
فكوني ان لي الفرصه او اتاحوا لي الفرصه ان اقوم بوضع هذا المحتوى او التوصيف بهذه الطريقه المنظمه بصوره ثابته على الحساب الخاص بالعضوة والحساب الخاص بالطالبه، تستطيع ان تطلع عليه في كل وقت. هذه من المميزات الرائعه جدا انا في نظري اجدها بالنسبه للتعليم الالكتروني. كذلك ان لي من بعض الاضافات اللي ممكن اضيفها مثلا وضع السيره الذاتيه لعضو هيئه التدريس، وده بيبقى نوع من انواع التعارف اللذيذ خاصه لو كانت الطالبه مستجده في الجامعه سنه اولى، بيبقى عندها شغف شديد انها تتعرف على شخصيه وخبره قدوتها اللي تقوم بتدريس هذا المقرر. وفي معظم الاحيان يكون اعجاب او حب او شغف الطالبه بالماده العلميه مدخل من اعجابها الشديد بخبره الاستاذه بتاعتها او الدكتوره، او ان هي تقرا السيره الذاتيه وتبقى تتخذها قدوه ليها تستطيع ان تحتذي بها فيما بعد.